السلام عليكم، اليوم حناخذ محاضرة مهمة، ويعني أكيد واحدة منها علمتكم بيها داخل مرحلة المينوبوز، فهي مهمة بالحياة العملية. المينوبوز والبوست مينوبوزال وومن، يعني هي سن اليأس. أوكي، شوف هاي الصورة، يعني ساعتك حتى تفهم أعراض المينوبوز. أول شيء كلش كومن يسموها بوخة، احنا يعني هوت فلاشز، بوخة. تجي تقول لك دكتور أنا أبوخ، يعني شنو؟ يعني يقول لك الأبر هالف مال باجي مالك دكتور يعني موت حار، وراها يصير بها سويتنج، هي هاي الهوت فلاشز. مود تشينجز يجوال بهاي المرحله، الفيميل تقعد تسوي مشاكل بالبيت كله. منسز تشينجز، المنسز يعني قبل ما تدخل بالميرابوز تكون متخربط، مثلا تجيها كل شهر مرتين او كل شهرين مره، يعني تكون متخربط. لانه يعني المنسز قبل ما يجي المينابوز تكون ان اوفيلاتري، وتتذكرون المنسز من ما يصير بها اوفيليشن تكون مخربطه، لانه ماكو بروجسترون، ماكو لوتيال فيس، يتعرض الاندوميتريوم فقط الى استروجين. فيعني من ينزل هذا الاستروجين شويه تنزل المنسز، اذا ما نزل الاستروجين حظه يعني ماكو منسز، فتكون المنسز كلش ريجولار، ويصير عندها اندوميتريوم هايبربليجيا. اوكي، مينوبوز يا كونديشن اوف 21 سنتري، يقول لك لان اكو وايد ناس عايشين يعني عمرهم كبير، فيعيشون طول حياتهم بالمينوبوز. مينوبوز هو شنو؟ مين يمينه يعني مات، بوز يعني سيستيشن يعني ستوبج او يعني انقطاع الدوره او لاست بيريد. تشخيص المينوبوز ريتروسبكتيفلي يعني شنو؟ يعني تجيك واحده عمرها خلينا نقول 50 سنه تقول لك دكتور انا صار لي 3 اشهر ماكو دوره، يعني انا دخلت بالمينوبوز، تقولها لا لازم ننتظر سنه كامله، يلا نقول انت داخله بالمينوبوز فقط. اوكي، مثلا لو جتك واحده تقول لك انا صار لي عمري 50 سنه وصار لي 9 اشهر ماكو دوره، بس انا مينوبوز، تقول لا لازم سنه كامله. لذلك الدياجنوسيس كان ميد اونلي ريتروسبكتيفلي افتر ا مينيمم 1 يير اوف سيسيشن اوف ميسيس. نورمال أمينة باز من عمر 45 إلى 50، وأحسن يعني المين ايج هو 50 سنة. تمام، فإذا جتك وحدة عمرها أقل من 40 سنة وبادية بها أعراض المينوباز، هذا ما راح يسموه مينوباز، يسموه بريماتشور أوفرين فيلر. وإذا عمرها فوق ال 55 سنة وبعد عندها دورة وبعد عندها بليدنج، هذا ما تاني يعتبر أبنورمال، بعد يسموه بوست مينوبوزال بليدنج. تمام، فلازم حتى شخص واحد عندها مينوباز لازم سنة كاملة ماكو منسف وعمرها فوق ال 40 سنة، يلا تقدر تسميها هاي عندها مينوباز. أوكي، خلوها ببالكم انه التشنجز اللي صار بها المينوبوز، تتذكرون بمحاضرة الاوبراتيف جاني قلت لكم من وحدة شيل بها شيل الاوفري يصير بها سدن شوك، يعني الجسم يصير بيه شوك من نقص البرد بالاستروجين. لذلك المينوبوز اللي صار وراء شو اسمه وراء الاوبريشن مال شيل الاوفري تكون مثل نقول مور اجريسيف ذان نورمال مينوبوز. تمام، بينما الناتشرال مينوبوز لا تكون كلايمكتريك. يعني شنو كلايمكتريك؟ يعني مثل الدرج، خطوة 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 خطوة. شوف هسه اكو صورة بعض، قلنا 45 لحد 40 سنة تبدأ أعراض المينوبوز، تدخل أول شيء مو بسرعة بسرعة تدخل للمينوبوز وأعراض قوية، لا تبدأ شوية شوية. أول شيء تدخل مرحلة البري مينوبوز اللي تكون بها المنسز الريجولار، لأنه تكون الأفيلاتري، تبدأ بها شوية هوت اوف نايت سويت، هوت فلاشز، ويت جين، لوس اوف ليدر، شوية شوية هاي ظل فيها فترة، وراح تدخل مرحلة المينوبوز اللي تبدي فيها أعراض المينوبوز اللي هي فاجينال دراينس، اندوماتريال هايبربليجيا، ديبرشن، اوستيوبوروسيس، وراح تدخل مرحلة البوست مينوبوز، فهي تكون كلايمكتريك مثل الدرج. وعش كاتبين هاي مهمة. Changes with result in final menses period start 10 years earlier. اوكي، هرمونال تشينجز كونتينيو لونج افتر فاينل منسوال بيريد، عرفوها. This episode of dynamic neuroendocrine change is climacteric، يعني climb to menopause، تتسلق الى المينوبوز، وهي عباره عن هرمونال تشينجز شويه شويه تزداد، تبدي يعني هاي الهرمونال تشينجز تبدي من عمر 35، خلوها ببالكم، من عمر 35 لحد ما توصل للفاينل منسس بيريد، ولحد ما توصل لمرحله انه كل اعراض المينوبوز تطلع بها. اوكي، تمام هسه، ولو انتم مو هنا عم تسمعوني بس يعني المفروض هسه تفهمتوا. هو ليش يصير مينوبوز؟ شنو السبب الاساسي اللي يخلي المينوبوز يصير؟ السبب الاساسي اللي يخلي المينوبوز هو انه الاوفري المخزن مالته يخلص،
شوفوا هو انت في من فيتاس من صير فيتاس يعني فيها مليون اوسايت بالاوفري مالك، وراح تقل 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 صار فيه 1000 اوسايت ات فيميل، اوكي يعني تقل بمرور السنين من توصل الفيميل مرحله الفورتيز، اوكي الاوسايت تصفر بعض when female enter 40s a few or none يعني يعني تقريبا من المرحلة من فيما تدخل بالأربعينات إلى 1000 أوسات، لكن بنصير بوست مينوبوز عدد الأوسات الموجودة بالأوفري مالته هي صفر، صح؟ صفر. فإذا هسه أنا ما عندي أوسات، يعني شنو؟ يعني إذا البيتيوتر عجبها تسوي أوفيليشن طلعت اس اتش ال اتش تروح للأوفري، ماكو أي استجابة للأوفري. حتى يستجيب الاوفري ويسوي اوساد ويطلع استروجين ويطلع بروجسترون لازم بي فوليكلز، اذا النساء ما عندها فوليكل. يعني شوفوا الفيميل بالمينوبوز الاف اس اتش مالته يكون عالي، الال اتش يكون مالته عالي، الاستروجين والبروجسترون يكون كلش قليل، اصلا ماكو فوليكل، اوكي؟ فلذلك راح يصير فيها سيستيشن اوف منسز الكاردينال ساين اوف مينوبوز، تمام؟ فيعني يكون المصدر الرئيسي للاستروجين مالتها اللي هي الاروماتيزيشن، يعني اذا عندها اندروجين يتحول الى استروجين بالفاز، لذلك تلاحظون الاوبيس فيميل مصدر بها هاي السيمبتومز مال مينوبوز باعتبار عندها مصادر اخرى للاستروجين. اوكي الاندومتريوم مالتها يقوم يتعرض فقط الى استروجين ماكو بروجسترون، فيصير بها اندومتريال هايبربليجيا المنسز دوغا، لذلك دائما دائما الابنورمال يوترال بليدنج يصير ورا المنسز باعتبار بعد ماكو بروجسترون في الاندوماتريوم يتعرض فقط الى هذا الاستروجين اللي يطلع شويه من الاندروجين اروماتيزيشن اللي يطلع من الاديبوز تيشو فيصير اندوماتريال هايبربليجيا فيزيد ريسك اوف اندوماتريال كانسر. اوكي بعش كاتمين احنا قلنا الاوسايت كل سايكل تفقد البي فيميل من 20 الى 50 فوليكل، واحده منهم يصير بها اوفيليشن، وفقدانها للفوليكل يكون اكثر اذا هي تاخذ اوفيليشن انتكشن، يعني تاخذ كلاموفين او تاخذ الكونات ترابي تخسر هواي فوليكل. بعمر ال 40 الفوليكل تصفر، اوكي تمام. شنو هي المنسز الريجولاريتي اللي تصير بالبينابات؟ هاي كلش مهم. اول شيء تلاقي الاوسايت نمبر ماكو بعد اوفيليشن، لذلك يعني هي الفيميل بريمينوبوزال بيريد يعني قبل ما تنقطع البيريد نهائيا تلاحظون ان الفرتيليتي مالتها تكون كلش قليله، اللي هو اصلا ما يصير اوفيليشن شهر، يعني مثلا خلينا نقول اوفري مثلا بي فد 100 اوسايت شهر يصير اوفيليشن، شهر ما يصير اوفيليشن، فالفرتيليتي تكون كلش قليله. كذلك يصير بها لوتيال فيز ديسانكشن باعتبار هي اصلا ما يصير بها اوفيليشن فاصلا ماكو بروجسترون. باعوا ماكو بعد بروجسترون ابد، يبقى لها فقط الاستروجين، وهذا الاستروجين كيف؟ لانه بعد ان الاستروجين يعني الاندوماتريوم لازم ما يتعرض فتره طويله الى استروجين، لازم فتره يقل الاستروجين حتى يصير به شيدنج. بالمينوبوز اصلا ماكو فتره ما يتعرض به الى ماكو بروجسترون، والاستروجين مستمر تعرضه له بيصير به اندوماتريال هايبربليشيا اندوماتريال ثيكنس. راح تقولوا لي يعني تدوختين المينوبوز بي استروجين لو ما بي استروجين؟ بعد المينوبوز الاستروجين يكون قليل اقل من الطبيعي، لانه ما عندي فوليكل تطلع هذا الاستروجين التوب اللي يشتغل بالريبرودكتيف ايج فيميل، لكن مو مصفر، اكو اذر سورس اوف استروجين اللي هي مثلا الاروماتيزيشن الادرينال جلاند تفرز اندروجين، اندروجين تحول الى استروجين من خلال اروماتيز هرمون. فاذا اكو استروجين هذا الاستروجين راح يشتغل على الاندومتريوم يسوي اندومتريوم ثيكنينج، اوكي فاكو وماكو بروجسترون، قلنا البروجسترون كلش مهم انه يجي ويا الاستروجين باللوتيال فيز واثنيناتهم ينزلون حتى يصير شيدنج، فهاي الفيميل ما تتعرض بعد الى بروجسترون فقط استروجين فيصير بها اندومتريوم ثيكنس، اوكي. The most common cause of irregular menses is perimenopausal changes that occur after 40s. قلنا ورا ال 40s السايكل بتتخربط، لانه قلنا المينوبوز هو كلايمكتريك مثل الدرج شويه شويه، فخربطت السايكل راح يسوي بها irregular menses، اوكي ممكن كل شهرين او كل ثلاث اشهر تجيها مره، فالاندومتريال نسميها اندومتريال هايبربليجيا ويزيد الريسك اوف اندومتريال كانسر. وعش كاتمي لذلك بالاربعينات اول شيء صار ديكلاين الفرتيليتي، يعني تجيها الدوره ودنو سايكل ديستركشن تجيها الدوره بس ماكو اوفيليشن، وراها تبدي السايكل تتغير انه تكون متخربط
تجيها كل 6 شهور أو ما تجيها، تمام؟ نجي على الهرمونات تشينجز، هاي كلش مهمة. أكيد أنتم تعرفون هاي الفيدباك انهبيشن، إنه من ما عندي إستروجين وما عندي بروجسترون من راح أصعد، راح أصعد في الـ FSH. أوكي؟ أهم هرمون، أهم هرمون يستعمله حتى الشخص المينوبوز هو الـ FSH. إذا الـ FSH فوق الـ 15 فهاي الآنسة داخلة بالبيري مينوبوزال فيس، إذا فوق الـ 30 فهاي داخلة بالمينوبوز، تمام؟ وعش كاتبي initially the ovarian failure is compensated by rise in gonadotropin، يعني من بداية الكلايمكتريك فيز تبدي الجونادوترابين تصعد تقريبا من عمر 30، تبدي الجونادوترابين تصعد، تبدي الـ FSH والـ LH تصعد على أمل على مود استجابة الأوفري، بس الأوفري هما تنوتي شو يسوي لكم؟ يقلل الريسبتور مال الجونادوترابين، يقوم أصلا ما يستجاب لها. يقول أنت قد ما صعدين أنا بعد ما استجاب لك؟ أنا أصلا ما عندي أوفر، فأنت شو حتسوي لي؟ أوكي؟ أو وعو الأوفريان فيلر is compensated by rise in gonadotropin، تصعد الجونادوترابين in some women من عمر 30، فالأوفر يقوم يقلل الريسبتور الجونادوترابين، أوكي؟ تمام؟ لذلك بالمينوبوز تلاحظون إنه الـ FSH هرمون يكون عالي والـ LH هرمون يكون عالي. خلوها بالكم الـ FSH من يروح لي من يروح لي شو اسمه للأوفري يشتغل على ريسبتور مالته يحفز إنتاج هرمون اسمه إنهبين. زين، بما إنه الأوفري بالمينوباز أصلاً مقلل الريسبتور مالته، مقلل الجونادوترابين ريسبتور، فهذا الـ FSH من يروح على الريسبتور الموجودة بالأوفري، الأوفري ما يستجاب له، أصلاً ما ينتبه لوجوده، فش راح يسوي؟ على الأوفري يقول يا بس أني شو اسمه اشتغل علي أني اف اس اتش استجاب لي ولا ما استجاب، لذلك حتى الأوفري يقوم يفرز انهبين ان ريسبوند تو جونادوترابين، لذلك بالمينابوس تلاحظون تصير ريديوس انهبين اف اس اتش ريشيو، تمام؟ بس أهم شيء هرمونال تشينجز انه الاف اس اتش يبدي يصعد من عمر 30. واو A critical decline in oocyte pool leading to further rise in FSH 10 إلى 20% من الطبيعي. الـ LH هم ثاني يزداد بس الـ LH يزداد 3 مرات من الطبيعي، أوكي؟ والـ LH ما يستعملوا بالدياجنوستيز مال المينوبوز، ليش؟ لأنه عنده شورت هاف لايف. وعش كاتب هنا FSH فوق الـ 15 هذا كلام كثير كفايس، فوق الـ 30 هذا مينوبوز. استروجين هم ثاني يقل، بروجسترون أصلا يختفي، أدرينال أندروجين هم ثاني يقل. مين بوست مينوبوزال استروجين از استرون، يعني باعوا الفيميل ورا المينوبوز اكو عندها استروجين، بس استروجين نوع اسمه استرون اللي يجينك من البريفرال ادبوس تشيو من خلال اروماتيزيشن اوف ادرينال اندروستين دايان، اوكي؟ لذلك اقول لكم ورا المينوبوز يصير عندك اندوميتريال هايبرابليجيا بتاثير الاستروجين، فتروح تقولون منين عندها استروجين؟ هي مو عندها مينوبوز وماكو فوليكول تفرز استروجين؟ اقول لكم صح ما عندها استروجين اللي يطلع من الاوفر الاستروجين التوب، عندها نوع اخر من الاستروجين الويك استروجين اللي هو اسمه استرون، بس هم يشتغل يعني هم اسمه استروجين. واو، هو اصلا الفيميل عندها 3 انواع من الاستروجين. استرادايول هو يصير بالفيميل بالريبرودكتيف ايج وكلش قوي. استرايول يصير بالبريجنسي. استرون يصير بالمينوبوز اللي يطلع لنا من الاديبوز تشي، تمام؟ Most diagnostic hormone للمينوباز هو الاف اس اتش، اذا فوق ال 30 بتو ريدنج، يعني اذا جبتك فيميل قست لها الاف اس اتش طلع فوق ال 30 لازم تنتظر 6 اسابيع وتعيد لها القراءه، اذا طلع فوق ال 30 فهذا يعتبر همتين، فهذا يعتبر diagnostic للمينوباز. Don't depend on single reading. Somatotrophic excess became less active when aging leading to insulin. المهم يصير بها insulin resistance، فحتى البادي شيب يصير مثل الميل مثل الاندرويد، يعني يصير عندها كرش. المنسس تصير كلش انافيلاتر وفقط استروجين، فتكون irregular و infrequent. منسس cycle became irregular and ovulatory cycle became common. Continuous estrogen هذا الاستران بيساعدها endometrial proliferation hyperplasia و carcinoma، فحتى من تجيها الدورة تكون heavy و prolonged و unpredictable. يعني مثلا الوحدة عندها مينوبوز يقول لك دكتور انا صار لي سنتين عندي مينوبوز، اشوف فجأة جت الدورة وجت بشكل يصير عندي نزيف، يعني 10 ايام ونزيف
فتقول لها خلاص هاي مو دورة، هاي صار السبب اندوماتريال هايبر بلاجيا، ثم حتى عند الاندوماتريال كارسينوما، لانه الاندوماتريال ما يتعرض الى استروجين على فترات طويله، وما يصير شيدنج يصير اندوماتريال هايبر بلاجيا، وهاي الاندوماتريال هايبر بلاجيا تسوي هاي الهيفي وبرولونج وان بريدكتبل سايكل. اوكي شنو هي consequences of menopause؟ consequences of menopause يا اما تكون immediate يعني هاي الاعراض تبدي immediately و intermediate و long. immediate اوكي تطل تقريبا سنه واحده، اللي من اهمها و the most common هي الهوت فلاشز. شنو هي صفات الهوت فلاشز؟ يسموها البوخه. الهوت فلاشز due to menopause تصير بالابر بارت اوف ذا بدي يعني بالفيس بالجست وبالابر لين اوكي، وتطول few seconds وراها يصير بها produce sweating. دائما يعني تجيك حجيه تقول لها عندك هوت فلاشز، تقول لك اي دائما وجهي ومثلا وجهي وجسمي وصدري يصير حال ابوخ ابوخ يعني يطلع مني ابوخ حال احتر، وراها اطول هاي 4 سكند وراها يصير عندي سويتنج. زين فهاي تعتبر ذا موست كومن ايميديت سيمبتومز، لان هاي تطول سنه واحده، سنه واحده وراح تقل ما تطول هوايه. اوكي الهوت فلاشز تصير بسبب انه الهايبوثالامات تخسر الاستروجين. اوكي الاستروجين يعني ياثر على ثرمو ريجوليشن بالهايبوثالاماس، فالهايبوثالاماس خسرت الاستروجين فراح يصير عندها شيء اسمه ثرمو ديس ريجوليشن. اوكي وعسكات مين اوبيس فيميل ار بروتكتد فروم ذيس سيمبتومز، لان عندها هواء استروجين هاي كلش مهمه. اذر سيمبتومز طول سنه وسووا بها الفيميل مشاكل بالبيت هي انكزايتي ميموري لوس ديبرشن اوكي ديكريس ليبيدو هاي ايميديت سيمبتومز. intermediate symptoms هاي صار بسبب loss of estrogen. تذكرون الجسم الاستروجين هو هرمون كلش مهم، يشتغل على البون، يشتغل على الكارديو فاسكولار سيستم، يشتغل على السي ان اس، يشتغل على الكونكتيف تيشو يعني الكولاجين، كلش مهم الاستروجين حتى يعني ينظم او يحفز تكوين الكولاجين. اوكي ف intermediate phase of menopause هي يسموها atrophic symptoms due to loss of collagen due to estrogen deficiency. فهذا الكولاجين إذا موجود، إذا خسرنا الكولاجين بالجينيتال تراكت يعني بالفجاينة راح يسوي atrophic vaginitis. أوكي فيصير dyspareunia, vaginal bleeding, loss of vaginal fornix. أوكي إذا خسرنا الاستروجين باللور يورينري تراكت يعني باليوريثرا أوكي راح يصير dysuria. عبالك dysuria frequency urgency هاي يسموها يوريثرا سيندروم، يعني هاي مو يو تي اي، اذا سويتها جنرال يور اكزامينيشن تكون نورمال، بس هاي يوريثرا سيمبتوم سيندروم تصير بسبب شورت يوريثرا ديو تو لوس اوف كولاجين ديو تو لوس اوف استروجين. تمام فعلاج الاتروفيك فيجيناتوس وعلاج اليوريثرا سيندروم هو توبيكال استروجين. جنرالايز ايك ان اي بين وباك ايك هاي كلها تصير بسبب الاستروجين ديفيشنسي. تمام ها intermediate symptoms long term طول سنين، اول شيء osteoporosis شغله تاخذوها بالكسور. الاستروجين هو هرمون كلش مهم في هرمون mineralization، لذلك ورا من يصير عندها female osteoporosis يصير عندها fractures يسموها fracture of osteoporosis، يعني يصير فقط بالبوست menopausal female اللي هي fracture بالhead of humerus خليص fracture fracture بالvertebra. اوكي فيصير بها osteoporosis. ثانيا يصير بها cardiovascular change. ليش؟ لأن الاستروجين هو قبل المينوبوز الميوكارديال انفراكشن يصير فقط بالميل، لأن الاستروجين نورمالي يصعد ال HDL اللي هو الليبيد المحبب، بينما ورا المينوبوز ماكو بعد استروجين، فال HDL يقل، الكوليسترول يزداد، تريجليسرايد يزداد، LDL يزداد، فيزداد الانسيدنس اوف كارديوفاسكولار ديزيز ورا المينوبوز. CNS يستمر بها الزهايمر. اوكي فاذا انا عندي مينوبوز، انت عندك immediate symptoms اللي هي hot flashes و sweat و anxiety و memory loss و depression، هاي كلها اشياء يعني تاخذ فتره تقريبا سنه. intermediate هاي atrophic symptoms بس loss collagen due to loss of estrogen تاثر على atrophic vaginitis و تسوي urethral syndrome. long term تاثر على bone osteoporosis على cardiovascular تسوي cardiovascular disease وعلى CNS تسوي زهايمر. اوكي assessment تاخذ history of vasomotor symptoms اللي هي hot flashes prolonged amenorrhea، تقيس ال FSH اذا فوق ال 15 هذا كلايمكتريك، فوق ال 30 هذا diagnostic.
فول كلينيكال اسسمنت تفحص كل تفحص البون مالك تفحص البلفس تفحص البريست تفحص البلفيك اكزام خاصه اذا عندهم مثلا هايبربليشيا او مينو بريست كانسر تاخذ بايوبسي اذا عندها بوست مينوبوزال بليدنج كلش مهمه وحده تجيك ورا المينوبوز عندها بليدنج تذكرون ابنورمال يوتراين بليدنج شوف تسوي بايوبسي اول شيء نروح ندلها على ترانس فيجنال الترا ساوند إذا فوق ال 5 مليمتر أو 4 مليمتر لازم نسوي لها بايوبسي يا إما من خلال أوت بيشن أو من خلال هيستروسكوبي. أوكي. تشيك البادي ماس دنسيتي بون ماس دنسيتي باستعمال دكسا سكان على مود تشوف البون مالته إذا مثلا إذا البون مالته كلش قليل احتمال تعطيها أدوية علاج الأوستيوبوراسيس اللي هي هاي ال شو اسمها؟ دالاندروتين وهاي دالاندروتين انتي نسيتها صراحة ان شاء الله بعدين اتذكرها يعني بس هي ادوية يعطوها للاوستيوبوراسيس اوكي لازم نسوي لها ليبيد بروفايل خاف تحتاج في ادوية تقلل الليبيد باعتبار انه ال دي ال مالتها زاد العلاج اول شيء هرمون الريبليسمنت ثيرابي يعطيها استروجين مختلف الطرق يا اما اورال هذا اورال ما يحفزون يعطون اورال لان تبي وايد كومبليكيشن يعطون الواحدة عندها ترنر سندروم اوفركتومي اوكي بيكوز انه يحتاجون هاي دوز ترانس درمال استراديول امبلانتد سيليكون رينج توبيكال هذا كلش مهم اليوريترال سندروم فوق بيجاناتس اوكي بعرف انت بالهرمون الريبليسمنت ثيرابي لازم تعطي تلوث دوز أقل دوز استربيروسبون لازم تعطي على مود تقلل الانسيدنت اوف برايس كانسر اندوميتريال هايبربليشيا وهارت ديزيز اوكي ودي في تي هذول راح تعطي المريضه استروجين فاحتمال راح يصير بها برايس تكون استروجين مو خوش هرمون احتمال يسوي بها برايس كانسر هارت ديزيز دي في تي فنعطيها اقل دوز مسموح حتى مرات نعطي اياها بروجسترون حتى نسوي شيدنج حتى نسوي منسز على مود نقلل الاندوميتريال هايبربليشيا اوكي أو حتى ما تقدر تعطيها كومبايند أورال كونتراسبتيف بول ليش؟ لأنه إحنا كعلاج الهرمون الريبليسمنت ثيرابي نحتاج أقل دوز من الإستروجين وهاي الكونتينوس أورال الكومبايند أورال كونتراسبتيف بول بها هاي دوز أوف إستروجين فمن نعطيها؟ كونتر إنديكيشن فور هرمون الريبليسمنت ثيرابي هي كورونري هارت ديزيز مثلا أم آي ستروك دي بي تي ها حفظوها إندومتريوسيس يعني ما يصير نعطي إندومتريوسيس يعني لازم نعطيها أقل كونتينوس Okay. Endometriosis, patient with history of endometrial cancer, breast cancer, vaginal bleeding undiagnosed, severe thyroid disease. نفس هذا قبل نسال effect مال combined oral contraceptive pill. هما تين حفظوها. إذا المرأة ما تقبل تأخذ هرمون replacement therapy أو ما تفيدها نستعمل alternative. Okay. يعني بالفيميل اللي ما تريد تاخذ هرمون الريبليسمنت ثيرابي هو اوريدي كونترا انديكيتد تعطيها الترناتيف اولا لايف ستايل موديفيكيشن قلل الكحول قلل السموكينج لازم تسوي اكسرسايز اكسرسايز مو الاكسرسايز العاديه لازم اكسرسايز يعني من صدق تتعلم تشيل ثقيل اقول لك تتعلم كلها شيل الفاضه او شيل هالشيء طابوقه وعلى مود البون ديتي تزداد اوكي تعطيها فيجنال موسترايزر تعطيها كلونيدين هو يعالج البازا موتور سيمتومز اللي هي الهوت فلاشز كذلك سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتر مثلا الفلاكسيتين او سيلكتيف نور ادرينالين ري ابتيك انهبيتر اوكي او سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتر هو مثلا الفلاكسيتين كلها تستعمل لعلاج البازا موتور سيمتومز فاذا كلونيدين اس اس ار اي اس ان ار اي اس هاي كلها تستعمل لعلاج البازا موتور سيمتومز فايتو استروجين هي شنو هي اكلات طبيعيه بها استروجين مثلا الصويا البقوليات بها يعني دوز قليل من الاستروجين بس الحلو بها انه شنو ما بها سايد افكت تقولها اكل هاي الاكلات حليب الصويا والصويا ها هي هاي الادويه قلت لكم تستعمل لعلاج الاوستيوبوراسيس اسمها بيسفوسفونات وسلكتيف استروجين ري ابتيك موديليتر يعني هاي الادويه تشتغل كشغل الاستروجين فقط على البون يعني تروح فقط تحارب الاوستيوبوراسيس ما تشتغل على البريس ما تسوي بريس كانسر ولا تسوي اندومتري حبر ليش هاي كالترناتيف للفيميل اللي ما تريد تاخذ هرمون ريبليسمنت ثيرابي اوكي 70 سنه بريزنتد وذ بيرنينج ميتشورشن فريكوينتي نورمال جنريال اكزام يعني حاجه يوريثرا سندروم العلاج مالته هو شو اسمه توبيكال استروجين
42 years with hysterectomy, bilateral salpingectomy, presented with hot flashes. علاج كلونيدين hot flashes يا اما كلونيدين او فلوكسيتين. واحسن علاج يعني احسن هرمون ريبليسمنت ثيرابي الترناتيف هو التيوبولين تيوبولون اوكي وسنتيك ستيرويد اند ويك استروجين ويك بروجسترون واندروجين اكتيفيتي يعتبر احسن الترناتيف للاستروجين اوكي. 55 years presented with further motor symptoms فعاون نعطيها للمريضة نعطيها selective serotonin reuptake inhibitor SSRI مثلا فلوكسيتين أو مثلا selective noradrenaline reuptake inhibitor أو phytoestrogen أوكي okay. I execute use of estrogen alone immune increase the risk هاي يعني كلش واضحة ولازم تقروها على مود تسيطرون على المادة أوكي okay.